اسمح لي نتوجه مرة تانية مع مشاهدينا الكرام لمرة تانية لشرم الشيخ، هنتابع جزء من فعاليات المنتدى، منتدى الاستثمار الافريقي 2016، وهنعود بعد كده لاستكمال الحوار بالتأكيد مع ضيف الكريم اللي بيشرفني الدكتور مدحت نفع. الأنشطة التمويلية وعملنا على مجال التمويل الأصغر وداء لتمويل صغار المنتجين والمستثمرين، وده بيحقق نسبة أو قررنا فيه نسبة 12% من سقوفات التمويل أنها تمشي للتمويل الأصغر، دي عشان تشجع صغار المستثمرين عن فتح فرص كبيرة جدا لمشروعات محاربة الفقر، لزيادة الإنتاج، لتحويل كثير جدا من الطاقات الشبابية، والشباب عندهم أيضا مؤسسات خاصة بالتمويل الشبابي، لأن عندنا مؤسسات تمويل الشبابية، عندنا مؤسسات تمويل لقطاعات مختلفة للمرأة. حقيقة احنا نقول انه مصادر التمويل متعددة عندنا في السودان وأشكال أيضا متنوعة يجعلنا متفائلين حقيقة ان احنا حجم الاستقرار اللي بيحصل في البلد، التوافق السياسي والمتمثل الآن في الحوار الوطني اللي بيضم تقريبا كل معظم القوى السياسية، عندنا الحوار المجتمعي اللي أيضا انتظم كل منظمات المجتمع المدني من المستويات المحلية إلى المستوى القومي، وده بيحقق حقيقة توافق قومي واسع جدا ورضا شعبي واسع. أيضا ما حققناه من مؤشرات النمو الاقتصادي في العام الماضي من انخفاض كبير جدا في التضخم، في تحقيق نسبة نمو عالي جدا وتعتبر من أعلى نسبة النمو في المستوى القومي في الناتج القومي في المنطقة، دي كلها تجعلنا متفائلين إن شاء الله. أيضا تحقيق السلام في كثير من المناطق، ونحن الآن في نهايات تنفيذ اتفاقية سلام دارفور، واللي حيكون إن شاء الله الآن بدأت الترتيبات لإجراء الاستفتاء الإداري لمواطني دارفور للخيار بين الإقليم والولايات. أنا أعتقد كلها مؤشرات يعني تجعلنا إن شاء الله أكثر تفاؤلا لمقبل أيامنا إن شاء الله. Thank you very much, Mr. President. I move to the final comment from President Buhari. President, we know that currency stability is a very important indicator for investors. What is the outlook for the Naira? And also, sir, if you may please comment on what are you most optimistic about this year? أن تعلق فخامتكم على أهم الأشياء التي تجعلكم متفائلين هذا العام. طبعا إن أي رؤية سوف تستند على الواقع على الأرض وما عليه الأمور على أرض الواقع. حتى الآن نحن نعتمد بشكل كبير على مصادر محدودة، وبالتالي نحن تأثرنا كبيرا بانخفاض أسعار النفط، وبالنسبة لنا خاصة من يعملون في مجال التجارة الذين يرغبون في الحصول على العملة الأجنبية من أجل شراء السلع المستوردة، هذا أمر به بعض المشكلات. ونيجيريا تعمل على أن تقدم اكتفاء ذاتيا لنفسها في بعض أصناف الغذاء، وأن يتم الاقتصاد في بعض السلع الخاصة بالرفاهية والسيارات وما إلى ذلك. ولكن نحن أيضا نعرف أن انخفاض قيمة العملة له تأثير كبير، لذا الدول التي تسعى إلى تحقيق النمو يجب أن تتنافس فيما بين بعضها البعض. لو كان هناك مثلا إمكانية في أن يتم توفير السلع المستوردة بأسعار أقل، هذا يمكن أن يؤدي إلى منافسة ناجحة جدا. لذا هذا سيؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل ومزيد من الإنتاجية. ولكن عندما لا يكون هناك تصنيع لأي منتج، فبالتالي أنت لن تستطيع أن تساهم في سوق التصدير، ولكن ستساهم فقط في سوق الواردات. بمعنى أن الحكومة النيجيرية دائما ما تتساءل لماذا
يجب أن يتم تخفيض مثلا قيمة العملة، يجب أن يكون هناك مزيد من الإنتاجية، وأن نحقق الأمن الغذائي، وأن ننتقل إلى تصنيع الأشياء الأساسية في الحياة مثل الملابس مثلا والأحذية وحتى السيارات. حتى السيارات يمكن أن يتم تجميعها وتجمع بالفعل في نيجيريا. إذن لماذا يجب أن نقلل ونخفض من قيمة العملة؟ ولكن أولئك الذين يقومون بتصنيع السلع والخدمات الأجنبية وقاموا ببناء ثقافة الاستهلاك المكثف هم من يرغبون في أن يحصلوا على العملات الأجنبية منا. ولكن نحن كحكومة نحن نشجع على مزيد من الإنتاجية والتي ستخلق مزيدا من فرص العمل وسوف تؤدي إلى إنتاج الخدمات والسلع الأساسية التي نحتاجها. شكرا جزيلا. شكرا فخامة الرئيس. والتعليق الأخير من المناقشة الرئاسية هنا سوف تأتي من سعادة رئيس الوزراء ديسالين. أود أن أعرف وجهة نظر حضراتكم حول ما يحدث في إثيوبيا الآن والإجراءات التي تتم، وما هي أفضل الإجراءات التي قمتم باتخاذها؟ مرة أخرى شكرا جزيلا. فيما يتعلق بالتحليل الاقتصادي الخاص بإثيوبيا فإن